المعطاءة منذ 12 سنة. كما تعرفون فمركز الدائرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم الجهة المنظمة لهذا المهرجان جمعية حقوقية وطنية بامتدادات دولية. هاجسها الأول هو المساهمة في بناء الديمقراطية في بلدنا وضمان قيام دولة الحق والقانون فيه. قد اخترنا أن نسلم في هذا من خلال أولا الإعلام بالمكتسبات الحقوقية والسياسية التي تحققت ولا سيما في مجال تجربتنا في العدالة الانتقالية التي تعتبر نموذجة في المنطقة وفي العالم والتي حسب تقديرنا ما زالت تستحق الانتباه. ثانيا عبر التفاعل مع تجارب مماثلة في العالم، لذا أبدأنا مهرجان السينما هذا المهرجان الدولي للسينما الذاكرة المشتركة الذي أصبح منذ سنوات ملتقى عالمي لتناول قضايا الشائكة التي تطرحها سيرورة البناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون. وإذا نجحنا أيها السادة والسيدات في إثبات استقلاليتنا السياسية بعيدا عن الإيديولوجيات وتوجهنا الحقوقي، فالأمر يرجع بالأساس إلى أن هدفنا كان واضحا منذ البداية، أي المساهمة بالقدر المستطاع والنوء الضروري في البناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون عبر الإعلاء مرة أخرى دون كلل أو ملل من اكتسابتنا وعدم تبخيس أي خطوة أو المكسب. لقد بدأنا الاشتغال سينمائيا أيها السادة والسيدات على قضايا حقوقية وسياسية في زمن اعتقد الناس أن السينما والصناعة السينمائية قد انهارت، لا سيما عندما لاحظوا كيف خربت القاعات السينمائية هنا وهناك وهنا بهذه المدينة دون أن ينتبه أي أحد إلى إعادة بنائها إلا مؤخرا، وكيف تجرأ البعض على الفن والثقافة عموما وعلى السينما خصوصا. اليوم هنا وفي أي نقطة من بقاع العالم اكتشف الناس أن الثقافة هي حصنها الأخير من البشاعة، وأن الانتصار على القبح في هذا العالم يمر عبر إبراز الجمال الذي فينا بالصوت والصورة. عندما أقول القبح أقصد به أساساً أيها الأخوات الحاضر، المرض، الجهل، الأمنية والاعتداء على كرامة الناس وعدم المساواة واحتقار الناس بسبب جنسيتهم أو ميولاتهم أو لون بشرتهم أو معتقداتهم أو بسبب تشبثهم بحريتهم، وهذا أساسي جدا. وعندما أقول الجمال فلا أجمل من قصيدة شفافة أو فيلم بالأبيض والألوان والأسود، قد يكون بالألوان كذلك، أو لوحة رسمت بألم الحب، أو مسرحية تذكرنا أننا إنسان. لا أجمل من بسمة الأطفال والنساء والشيوخ وهم في مأمن من القبح. إذا وجب بهذه المناسبة أن نعيد التذكير أن الحوار ثم الحوار ثم الحوار يجب أن يحل محل البنادق وأصواتها. وفي الزمن الفاصل بيننا وبين قيام هذا الحوار الضروري، هو الضروري إدارة كل من يستفيد من زمن غياب هذا الحوار لتدمير أحلام الأطفال والشيوخ والنساء والمدنيين العزل في مناطق الصراع، لا سيما في الشرق في منطقة الشرق الأوسط وبالذات في فلسطين المختصة. السينما أيها الأخوة والأخوات يمكن أن تعيد رسم أحلامنا بدون خارطة الحروب، عالم بدون بشاعة. هذه الدورة أيها الأخوة والأخوات تحمل اسم رجل رحل عنا، المرحوم مصطفى زكوار. مواطن ناظر من أجل الجمال الذي حدثتكم عنه سلفا، رجل رحل عنا في أوج عطائه لمدينته وبلده وترك وراءه اسما وأفعالا تجبرنا اليوم بتذكيرها والاقتداء بها. كما أن دورة سنحتفي فيها بشخصيتين هامتين في مجال الفعل
السياسي النبي المتعالي عن الذات، واستحق منا الجائزة الدولية التي لم نحظى سنويا لكبار المتشبثين بقيام عالم خال من البشعة. وتعلق الأمر بكل من السيد ميغانخيل ماركاي السياسي الأوروبي المحنك، والصديق العزيز أستاذي وصديقي الشيخ بيد الله الطبيب الذي عرف كيف يمسك بدقات الوطن وهو يخطو خطواته الأولى في عالم السياسة، وبقي مدافعا عن وحدته وتقدمه بكل حب. مسارا جديدا ختاما، وجب تقديم التهنئة لكل من سيقرر في مختلف أنشطة مهرجاننا، وتذكيره أن مسارا جديدا يبدأ مع كل التفاتة متشابهة. ونتمنى لكم جميعا أسبوعا سينمائيا حقوقيا حافلا، ونستفيد معا من النقاشات التي سنطلقها خلال هذا الأسبوع، والذي نرتقي منها أن نرسم معا عالما أكثر جمالا. في الختام، وجهوا كل الشكر للمؤسسات الوطنية